السلام عليكم. أعلن عمال وموظفو شركة النفط اليمنية عن بدء إضرابهم الشامل في جميع فروع الشركة في مناطق سيطرة الحوثيين منذ يوم الاثنين الماضي، وذلك بعد اتهامات لقيادات تقع في الهرم القيادي للشركة بإنعاش وتغذية السوق السوداء والتماهي مع ميليشيا الحوثي التي عطلت دور شركة النفط وأفرغتها من مضمونها. يقول نقابيون في الشركة أن هذه الإجراءات تأتي لحساب مجموعة من هوامير النفط الذين هم في الأصل قيادات في ميليشيا الحوثي من الذين دخلوا سوق النفط مؤخرا. قررت وثيقة لقيادة شركة النفط بصنعاء رفع أسعار البترول إلى 7000 ريال للدبة الواحدة بقرار فعلي بحسب خبراء من الحوثيين. 7000 ريال هذه تعد مبلغا خياليا مقارنة بالسعر العالمي لبرميل النفط، وأيضا مقارنة بسعر النفط قبل انقلاب الحوثيين الذين استخفوا بالناس يوم أن جعلوا عنوان انقلابهم جرعة النفط بزيادة 500 ريال حينها. الآن يعبث الحوثيون بأقوات الناس ويحتكرون استيراد النفط، وبينما كانوا يقتحمون الأسواق السوداء من سابق، إذا بهم يجعلون البلد كله سوقا سوداء وفي المحطات الرسمية. لكن لماذا يسكت الناس عن ارتفاع أسعار النفط بهذا القدر الخيالي؟ وهل ستثمر إضرابات موظفي شركة النفط؟ ماذا عن اليمن كبلد نفطي؟ لماذا لا يستأنف استخراج النفط وتصديره لرفض خزينة الدولة؟ أم أن لدول إقليمية دورا في الأمر؟ أعزائنا المشاهدين، حول هذه التساؤلات والتناولات ستكون حلقة اليوم من المساء اليمني. سنبدأ النقاش بعد أن نتابع وإياكم هذا التقرير. جرعة سعرية جديدة تفرضها شركة النفط اليمنية على المشتقات النفطية. الجرعة تتمثل في رفع أسعار الوقود إلى 7000 ريال للجالون الواحد سعة 20 لترا في البنزين والسولار. قرارات تأتي في وضع بالغ الصعوبة تشهد شركة النفط منذ نشأتها وسط موجة احتجاج وإضراب شامل يشل حركة فروع الشركة في مناطق سيطرة الانقلاب. يشتكي الموظفون من عدم صرف رواتبهم منذ أشهر خلت، ويتهمون قيادة الشركة المعينة من قبل ميليشيات الحوثي بنهب الإيرادات وتعطيل عمل الشركة لصالح تجار القطاع الخاص، قبل أن يتطور الأمر إلى المطالبة برحيل المدير العام نفسه ومحاسبة المتورطين بفشل الشركة وانهيارها. العمولة تقدر بما عند التجار 7 مليار ولا أو 10 مليار ولم يتم المطالبة بها. الحديث هنا عن مليارات الريالات كما يقول أحد الموظفين، غير أن مطلعين على ما يحدث لشركة النفط يؤكدون أن الشركة تتعرض لتجريف ممنهج قد ينتهي بإفلاس الشركة وطرد موظفيها إذا ما استمر الحال كما هو عليه. وحاولت إعفاءهم من أجور التخزين، ونحن نطالب بتطبيق قرار التعويم. يشتكي الموظفون من تعثر نشاط الشركة وتعطيل اسطول النقل الخاص بها وخروج خزاناتها عن الجاهزية لتؤول النتائج لشركة مشلولة لا تمتلك القدرة على مزاولة نشاطها التجاري. يحذر مراقبون من مخاطر تدمير شركة النفط، مؤكدين أن هذا جزء من مخطط حوثي يستهدف كبرى الشركات الإرادية والمؤسسات المالية والتجارية التابعة للدولة وإحلالها بشركات ومؤسسات ناشئة مملوكة لقيادات ميليشيا الحوثي. الخطة التي أعلن عنها في وقت سابق تتضمن إنشاء خزانات للمشتقات النفطية رغم وجود خزانات تابعة لشركة النفط، غير أنها باتت عرضة للإهمال المتعمد. تتزايد المخاطر كلما طال أمد الانقلاب على شركة النفط وعلى مستوى موظفيها البالغ عددهم 6000 موظف. مجددا الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا من عدن، عبد الله الهويدي رئيس مجلس تنسيق اللجان النقابية بشركة النفط. أهلا بك أستاذ عبد الله. حياك الله. حياكم الله. إذن دعنا نبدأ معك بالقرار الذي يعني كان في وثيقة لشركة النفط في صنعاء برفع سعر العشرين لتر جالون 20 لتر في دبة البنزين إلى 7000 ريال يمني بشكل رسمي، ما هو تعقيب على هذا القرار؟ والله هذا القرار يعتبر بحد ذاته قرار مجحف بحق الشعب اليمني، والذي هم بالأمس يعني خرجوا كل أب الشعب إلى الشوارع لمحاربة الجرعة ب 3500 واليوم قبلوها ب 7000 ريال. هذا الجرعة تعتبر جرعة مجحفة باهظة في حق شعبنا اليمني،
وفي حق شركة النفط الذي تعتبر هي شركة توزيع منشآت نفطية، وتعتبر طبعا هذه القرعة أنها زيادة لبذل مجهودات أخرى لجهات أخرى ليس من قبل الشركة، وهذه التسعيرة تعتبر غير حقيقية لأنها تصدر من قبل حكام متنفذين لا لهم أي صلة بالدولة أو بالحكومة. طيب الآن عندما يكون هذا سعر البيع من قبل الحوثيين، ما الذي بالإمكان للجهات المعنية في الحكومة الشرعية أو في غيرها من الأطراف أن تقوم به إزاء هذه التحركات التي تستهدف المواطنين بدرجة أساسية؟ والله بالنسبة للمواطن واللي ما يعانيه اليوم من ارتفاع أسعار المنشآت النفطية الذي بيأثر على حياة المواطن بكل نواحي الحياة وبكل الحياة المعيشية، والذي بيضايق هذه زيادة تسعيرة المنشآت النفطية. وبالنسبة لإيجاد أو إيجاد تغطية لهذا المشروع، هو بإيجاد تغطية عبر دول التحالف بإيجاد مادة مقابلة لها وتوفير موانئ آمنة لتوزيع هذه المنشآت النفطية بسعرها الحقيقي وعدم تواجدها مع القوة المعادية أو القوة الانقلابية. طيب أستاذ عبد الله، بداية يعني عندما تقوم شركة النفط اليمنية بإصدار هذه التسعيرة، هل لها أساسا الحق في التصرف بأسعار النفط إذا ما تحدثنا بشكل قانوني؟ طبعا شركة النفط هي شركة طبعا كما تعرف هي شركة تابعة للحكومة ومؤسسات حكومية وإرادة تبع الحكومة، لا يحق لأي مدير سواء كان تنفيذي أو حتى رئيس أو وزير النفط بإصدار أي تسعيرة بدون العودة إلى المجلس التشريعي أو مجلس النواب برفع المادة البترول. إذن وهذا يعتبر هي قرارات غالطة وغير صحيحة. نعم، إذا يعني الجهة المعنية بإصدار مثل هكذا قرارات عادة تكون المجلس النيابي وبالتعاون مع الحكومة، أليس كذلك؟ طبعا وكذلك. نعم، طيب الآن يعني هناك في سياق آخر، هناك إضرابات يقوم بها موظفو شركة النفط في عدد من المحافظات، رأينا إضرابات في صنعاء وكذلك في الحديدة على الأقل، لماذا تحدث هذه الإضرابات وأنت رئيس مجلس تنسيق اللجان النقابية بشركة النفط؟ نحن حذرنا منذ الفترة الأولى والفترة السابقة قبل الحرب، وأعطينا كل الجهات أن تكون هذه الشركة شركة محايدة ولا لها أي اختصاص بما يدور في البلد من حروبات، وأنها شركة تقدم الخدمات للمواطنين، ولكن لم نستطع نحلق بجهات نقابية أن نجنبها عن الحرب، وفرض عليها الحرب فرض، وتم استنزاف الأموال الذي عندها داخل أرصدتها، وما أدى إلى اليوم، وإحنا حذرنا من سابقا، ما أدى اليوم إلى خروج العمال في الساحات وفي الميادين للإضراب والتعبير عن رأيهم، وذلك للحفاظ على رزقهم وحفاظ على هذه الشركة التي تعتبر هي مصدر من مصادر رزقهم اليوم ويجب عليهم. واليوم الإضرابة الموجودة في صنعاء والإضرابة الموجودة في الحديدة وفي مارب أو ذمار هي تلبية لدعوة المجلس إلى النهوض بكل العمال العاملين في هذا الإطار الشركة إلى الدفاع عن الشركة والذود عنها من هذا الفساد وهذا اللوب الذي توصل إليها اليوم وعمل لها على دغدغات حتى أصبحت فاشلة قادرة حتى الوصول إلى دفع مستحقات الموظفين، وذلك لاستنفاذ أموالها الذي كانت في البنوك وموادها المخزونة الذي بذلت كلها لتبع المجهود الحربي لفائدة الناس الآخرين الذين لهم القصد من هذه الحرب الدائرة في البلاد. طيب يعني يجدر الإشارة بحديث عن ذلك، يجدر الإشارة أننا حاولنا التواصل مع أناس من قاموا بالإضراب من عمال وموظفي النقابات في محافظات التي تقع تحت سيطرة الإنقلابيين، لكن يبدو أن القبضة الأمنية هناك منعتهم من الظهور على شاشة التلفاز للحديث عن هذه المطالب. دعنا نتحدث الآن، يعني عندما ترفع شركة النفط وتتخذ هذا القرار الذي بحسب ما تقول ليس من يعني من صلاحياتها القيام به، الآن رفعت
أسعار الوقود إلى 7000 ريال كآخر قرار للدبة. أين تذهب الأموال إذا كان الموظفين لا يستلمون رواتبهم ويخرجون للتظاهر؟ طبعا من المؤكد هذه الأموال كلها تذهب إلى جيوب آخر وليس إلى إعطاء شركة النفط. شركة النفط لن تدخل أي فلس من هذه حتى زيادة الأسعار أو هذا لم تدخل شركة النفط. والأموالهم خرجوا ولا الموظفين خرجوا إلى الساحات وذلك للتعبير عن رأيهم، وهم طبعا يتحاولون ويتعرضون إلى القمع. إلى القمع أمس تعرضوا إلى مجموعة كبيرة بالحديدة إلى القمع والسجل لأسباب التعبير عن رأيهم والتعبير عن الدفاع عن الشركة من أجل الأخير الوصول إلى تحصيل محققاتهم من كل المزايا الذي كانت تمنح لهم الشركة في ظل وجودها وعرشها القوي الذي اهتز هذا العرش اللي كانت الشركة شركة من أحد من أحد من أحد أعمدة البلد وأمن القومي، والذي كانت تدعم البلد ب70% إلى الخزانة الدولة. اليوم أصبحت بعد هذه المؤامرات والقيادة الفاشلة مش قادرة حتى توصل راتب إلى الموظف آخر شيء يعني. طيب أستاذ عبد الله، دعنا ندخل أكثر بتفاصيل ما يجري في شركة النفط الآن. نحن نتحدث عن رفع أسعار دبة البنزين وبالمقابل عدم قدرة الشركة على أو عدم صرفها للرواتب. من يقوم بالفساد إذن؟ أين تذهب الأموال؟ ما هو حجم الأموال أساسا التي تصل إلى الشركة؟ حجم الأموال أو ما يقوم به الشركة هي طبعا هذه الأموال ما تدخل خزانة الشركة ولا تخدم ولا أين تذهب؟ حتى المخازن حق الشركة تتصرف كذا كذا على السوق السوداء وللمدعوم المجهود الحربي طبعا للانقلابيين. كيف يتم ذلك أستاذ عبد الله؟ ما هي الآلية التي تقوم بها الميليشيات باستنفاذ مخصصات ويعني حقوق شركة النفط في تسييرها للمجهود الحربي بحسب علمك؟ نحن أعلنا من الأوانة الأولى أنها اليوم ما وصلت إلى شركة النفط ونتيجة الفساد ولوب الفساد اللي وجد داخل شركة النفط منذ فترة طويلة، وهو ينقر في قسم هذه الشركة حتى وصلها إلى هذه الدرجة لهذا اليوم يعني الموظفين بدون راتب، وذلك هو لأنه هذا يتعاملون عبر شركات خاصة وهم هوامير النفط الذين يعبرون المواد البترولية إلى السوق السوداء وبيعها بأسعار باهظة لدعم مجهودهم الحربي. طيب الآن يعني نتحدث عن هذا القرار رفع الأسعار المشتقات النفطية تم كما تشير الوثيقة بأمر أو بتوقيع من المدير التنفيذي هناك يعني باسم ياسر الواحدي. ما علاقته إذن؟ ما علاقة هذا الشخص؟ كما وضحت لك ياسر الواحدي هو يعتبر الآن معين بقرار من الجماعة كمدير عام تنفيذي، هو لتسيير أعمال الشركة إذا كان عاد فيها أعمال، وليس من حقه أن يدفع تسعيرة المواد النفطية إلا بعد كما ذكرت لك سابقا إلا بعد مصادقات مجلس النواب، وهذا تعتبر هي من الغلطات الذي يرتكبها بحق المواطن. نحن ندعو إلى شعبنا اليمني الذي في الأمس خرج مسيرات باهظة في 2011 لمحاربة القرعة على 3500، وكيف اليوم يقبل ب7000 ريال إلى الدبة الواحدة أبو 20 لتر؟ أين هذه الجماهير اللي إذا خرجت في الشوارع تندد وتراجد بهذا القرعة على 3500 واليوم ما تخرج على القرعة إلى 6000، والذي هي جاهظة بحق شعبنا اليمني بشكل عام. طيب دعني نشرك معنا في الحوار الأستاذ سلطان المعمري نائب مدير عام شركة النفط بفرع تعز الذي ينضم لنا من هناك. أهلا بك أستاذ سلطان. حياك الله وأهلا بك ومشاهديك. حياكم الله. إذن دعنا نبدأ من النقطة الأبرز أستاذ سلطان، يعني القرار الذي يعني يظهر أنه من شركة النفط من المدير التنفيذي برفع سعر دبة البترول 20 لتر إلى 7000 ريال، يقول كثيرون ومن ضمنهم ربما ضيفي هنا أن الحوثيون هم من طالبوا ودفعوا لإصدار هذا القرار. كيف تتابع أنت كل ذلك، كل ما يجري؟ أخوان ليش يقول أنه طبعا فيما يتعلق بالتسعير الصادرة عن المدير العام التنفيذي لا يمتلك صلاحية في هذا الجانب في إصدارها، وسعر شركة النفط فقط عبارة عن
يعني محلل كما يقال لمصالح هوامير النفط والمتنفذين. أما كشركة أعتقد أنه الآن صار نشاطها مسلوب ومصادر، وما يتم من بيع المشتقات النفطية في الأسواق هي طبعا للمتنفذين وسوق سوداء. أما شركة النفط صارت عبارة عن مخازن لهؤلاء التجار، وحكاية إصدار قرار التسعيرة هو طبعا يعني نقول عليه كون الشركة أساسا لا تستورد ولا تسوق حاليا. طيب الآن يعني عندما نتحدث عن أن هناك نفط في المحطات في صنعاء يباع، صحيح أنه يعني كان قبل فترة بالسوق السوداء ب7000 ريال، الآن أصبح القرار رسميا ب7000 ريال، ربما في السوق السوداء بسعر أعلى، من أين يأتي النفط ما دام هو متوفر؟ إذن إذا كانت شركة النفط لا تقوم بهذا الدور، هو النفط طبعا بعد أن المعلوم أن شركة النفط يشاد بقانون وصلاحيتها في الاستيراد والتسويق، ولكن بعد الانقلاب وتحديدا في شهر 7/2015 تم إصدار قرار تعويم من قبل الانقلابيين بالسماح للتجار بالدخول للمنافسة الشركة أو يعني شل نشاطها بشكل كامل، وصار نشاط الشركة هذا مقرون بتجار وشركات جديدة دخلت إلى هذه السوق كمنافسة لشركة النفط. مثل من؟ ولهذا شركة النفط صارت بعيدة عن نشاطها وصارت عبارة عن مخازن كما قلت، وما يتم استيراده يتم استيراده من قبل متنفذين وتجار يخدموا الانقلابيين. طيب يعني هذه الشركات الجديدة الآن التي تتحدث عنها أستاذ سلطان، هل معروفة الاسم؟ هل لها هذا النشاط؟ ما هو حجم نشاطها وما هو حجم التأثير الذي تتسبب به سلبا على الاقتصاد الوطني وعلى أموال الشعب اليمني في نهاية المطاف؟ طبعا هذه الشركات لم تكن أساسا موجودة في الواقع قبل هذا الانقلاب، وقام الانقلابيين بمنافسة بشل شركة النفط وإدخال مثل هذه الشركات للاستيراد وغرق السوق السوداء وتحويل هذه الأموال التي تدرها من السوق السوداء لصالح ما يسمى مجهودها الحربي وإضرارا بالخزينة العامة وبشركة النفط بشكل أساسي. وهذه الشركة طبعا لم تكن موجودة قبل ذلك، وهي شركات عديدة يعني، واستطاعت هذه الشركات أن تحل محل شركة النفط وتصبح عبارة عن مصدر تمويل للانقلابيين في صنعاء. طيب كيف استطاعت ذلك أستاذ سلطان؟ أريد من البداية أن أفهم الآلية التي تمت بها سحب البساط أو التي تم بها سحب البساط من شركة النفط اليمنية كالشركة المعنية بتسويق وبيع المنتجات النفطية في اليمن، إلى أن تقتصر على ما تقول أنه دور التخزين فقط. هو بدأ بقرار التعويم كما قلت في 2015. قرار التعويم هذا سمح لهؤلاء التجار بأن يدخلوا كمنافسين للاستيراد، وتم سحب أرصدة شركة النفط وأيضا العملات الصعبة التي كانت تستخدمها في مسألة الاستيراد، تم أيضا سحبها وتحويلها إلى البنك المركزي، ومن خلال البنك المركزي صارت أيضا هذه القوى الانقلابية وأياديها الموجودة في داخل شركة النفط تسهل مسألة الاستيراد لهذه الشركات وتحجم عن مسألة إعطاء شركة النفط أي نشاط، وبدأت بهذه الطريقة إضافة إلى أن هناك قد تكون غسيل أموال نحن لا نعلم عنها، كيف استطاعت هذه الشركات أن توفر هذه الأموال. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ سلطان. أعود إلى أستاذ عبدالله الهويدي. أستاذ عبدالله يعني الآن كما تقولون هناك شركات جديدة تسيطر على سوق النفط، يبدو أنها مرتبطة بالميليشيا بشكل أو بآخر، لكن هل يعني يتم مراقبة سير العمل يعني لهذه الشركات بحيث يقيم ما إذا كان هناك فساد بداخل هذه الشركات أم لا؟ من المسؤول عن كل ذلك؟ يا أخي عندما قدمه في الفترة السابقة بعض من التجار أو هوامير النفط وطرحوا وجهة نظرهم أنه شركة النفط هي شركة محتكر السوق
وأنه يجب عليهم أن يدخلوا السوق كمنافسين، ولكنهم دخلوا السوق كمنافسين من فين ينافسون؟ من فين أتوا هذا؟ كل الأموال اللي معاهم واللي ينافسوا فيها هي ملكا لشركة النفط، هم سحبوها من 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 مال شركة النفط، كانت تعطيهم التسهيلات يعني في الفترة السابقة والبيع بالآجل، حتى كبرت رؤوسهم الثعابين واصبحوا الآن ينافسوا شركة النفط ويطلعوا شركة النفط، بين شركة فاشلة غير عندها الاستعداد بالقيام بواجبها على مستوى الساحة اليمنية وتقديم الخدمات. وطبعا اقل تقرير اقل التعويم القرار التعويم ليخدم هذه الجهات التي تتنافس مع شركه النفط، من مال شركه النفط لا يوجد عندهم اي اموال كانت سابقه، انما كانت عمليه لف والدوران على شركه النفط والتسهيلات الموجوده لهم، حتى استولوا على بعض الاموال الذي كانت داخل شركه النفط، ولا يستوردوا المواد لانه بحكم وجود عندهم العمله الصعبه التي استنزفوها من البنوك او من السوق المحليه ليشتروا بها المواد الى الموانئ، ومن الموانئ يعبرها الى المحطات القطاع الخاص وبيعها اليوم ب 7000 ريال. وهذا ما حسب انا اوضح لك، لانه قرار التعويم هو قرار جاي يخدم هذه الجهات، وهذه الجهات هي تلعب من البدايه الاولى للسيطره على شركه النفط، وحصلت الجهات التي تدعمها حتى الوصول الى هذا الشيء، ولا التجاره عن الشركه وعدم العوده للشركه والبيع المباشر، وكل هذه مخالفه للقانون. الوحيده بشركه النفط هي الوحيده التي كانت توزع المواد عبر السوق المحليه وتستورد من برا، كانت سواء كان ماده خامه او ماده سائله، وكل هذا هي طبعا راحت مستنزفات المجهودات الحربيه، حتى اصبحت الشركه الان تعاني من هذا الفشل الذريع لاسباب هو عديده وعوامل عديدة لها معاثر يعني قد تكون يعني سابقة قبل الحرب، وإنما الحرب أجا كمل الباقي، كمل المخزون. وكما وضحت لك أنا إنه لو كان في هناك ناس وطنيين ويحترموا هذا الوطن ويحترموا هذا الشعب كان ما يدخلوا هذه الشركة في هذا الصراع، هذا شركة خدماتية يجب أن تقدم خدمات للمواطن، يجب أن تجنب الحروب، هي شركة تعامل مع محروقات والمحروقات هي شريان الحياة للمواطن. احنا نقول أنا المواطن هذا؟ أين المواطن اليمني؟ أين الحرية المواطن اليمني؟ لماذا لم يقوم يسال شركة النفط ضد هذه الأوامر والذي يبيعوا هذا المواد بهذا السعر الباهظ والذي بيسبب نكبة داخل الوطن وأثر بالغ بالاقتصاد الوطني؟ طيب، وأنا أسمع هذه الحرقة التي تتحدث بها أستاذ عبد الله، دعني أنتقل بالسؤال إلى أستاذ سلطان المعمر. يعني أستاذ عبد الله يتساءل هنا عن أين المواطنين، نحن نتساءل الآن أين دور الحكومة الشرعية إزاء كل ما يحدث، ويعني الحكومة الشرعية وهناك القطاعات النفطية في المناطق التي تحررت من قبل سلطة الإنقلابيين، لماذا لا تفعل هذه المناطق بدلا عن الاستيراد الذي يحدث لصالح في نهاية المطاف ما يسميه الأستاذ عبد الله وامير النفط في اليمن؟ الله، هذا السؤال فعلا سؤال وجيه، وكان يتوقف على الشرعية باعتبارها هي المسؤولة عن الشعب اليمني بشكل كامل أن توجد سياسة جديدة على مستوى اليمن فيما يتعلق بالاستيراد المشتقات النفطية وتسويقها وبالأسعار التي تحددها، وبحيث أنه تستطيع أن تحمي شركة النفط من هذا السقوط وتحمي كثير من المنافسات. ولهذا يتوقف على الشرعيه وحكومه الشرعيه ورئيس الجمهوريه ان تكون هذه القضيه فيما يتعلق بشركه النفط من ضمن مهامهم، من ضمن خطتهم المستقبليه لانتشار شركه النفط وانتشار ايضا المواطن مما يتعرض له من استغلال واحتكار، ويعني وايضا هد منشاه اقتصاديه كشركه النفط. يعني عندما يتحدث الأستاذ عبد الله عن أن إشكالات النفط كانت منذ السابق، هناك من كان يقول أن ملف النفط كان ربما صندوقا أسود يمنع الاقتراب منه منذ أيام صالح، هل الآن لا زالت هناك أو يعني أصبحت هناك لوبيات جديدة تعمل على نفس السيناريو سواء في مناطق سيطرة الانقلاب أو بالمقابل المناطق التي باتت محررة إن صح التعبير؟ هو طبعا بالنسبه لشركه النفط كما قال الزميل عبد الله، هو معاناتها او الفساد كان ينقرها منذ ما قبل الانقلاب وقبل الحرب.
مئات المليارات اللي هي من حسابات شركة النفط كانت عبارة عن مديونيات لكثير من المؤسسات الحكومية لم تسدد، وهذا أيضا أثر على نشاطها. وهناك كثير من التجار الذي يعملوا اليوم في السوق السوداء واللي هم اليوم أصبحوا مستوردين للنفط أيضا مديونين لشركة النفط. وللأسف الشديد الإدارة التي كانت قائمة وكذلك الجهات الحكومية كان لها دور في هذا الفساد، في عدم تحصيل أموال شركة النفط أو هذه المبالغ الطائلة لتعزيز نشاطها. أيضا حتى في مرحلة الشرعية أقول حاليا لم تعطى شركة النفط دورها، لم تقوم الحكومة بوضع خطة واضحة للسوق المشتقات النفطية. ما زالت هوامير النفط هي اللي تعمل سواء في الشمال أو في الجنوب، في إطار الشرعية أو في إطار الانقلابيين. يعني كنا نتمنى أن نسمع أن الحكومة تقوم بخطة عمل للمشتقات النفطية، أقل شيء حتى بالاتفاق مع دول التحالف أنه كيف يتم توريد هذه المشتقات باسم الحكومة اليمنية ولشركة النفط اليمنية ليعاد نشاطها وليحمي المواطن من الفساد. لكن للأسف الشديد حتى في إطار الشرعية هناك تجار أيضا يلعبون نفس الدور، وهم اللي يستوردوا وهم الذي ايضا يعني صاروا يبيعوا لشركه النفط حتى على مستوى المحافظات المحرره. اشكرك استاذ سلطان المعمري نائب مدير عام شركه النفط في فرع تعز، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. قبل ان اعود الى الاستاذ عبد الله الهويدي مشاهدينا الكرام، سنذهب الى فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء. جدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أجدد الترحيب بضيفي من عدن الأستاذ عبد الله الهويدي رئيس مجلس تنسيق اللجان النقابية بشركة النفط. أهلا بك مجددا أستاذ عبد الله. الآن عندما كان يعني عندما يرفع الناس أصواتهم مطالبين بهذا الفارق يعني في الجرعة وزيادة أسعار النفط، الآن يقول الانقلابيون أن هناك عدوان وهناك حصار. هل فعلا هناك حصار على سوق المشتقات النفطية يسبب هذا الارتفاع الكبير في هذه الأسعار؟ لا يوجد. لا، أنا أفتكر أن بالنسبة للمشتقات النفطية لا في لها على حصار، ولا كيف عادة تدخل على الموانئ إلى الحديدة ومن الحديدة توصل إلى صنعاء وإلى بعض المحافظات الأخرى بس عبر السوق السوداء، ما يعطوهاش عبر الأطر الأساسية من أجل تخفيف الآلام أو المعاناة على المواطن اليمني. المواطن اليمني اليوم يعاني من كل الظروف، يعني برد وخوف وعدم مواد، ويعني خلوا المواطن اليمني خلال 24 ساعة وفي وقت يعني في منزعج، لا يعني يجري وراء المنشقات النفطية أو وراء توفير الحياة المعيشية، وكل هذه الأساليب يدعوا بها على لأجل كسب باقية الشعب. ولا بالنسبة للمواد النفطية أو الحصار النفطي زي ما يزعمون فيه، ما كانت نفتكر أنه هذا توصل هذه المواد كلها عبر الهوامير النفطية الذي كما شرحنا سابقا وشرح زميلي الأخ سلطان المعمري، أن هذه المواد توصل عبر الموانئ وتمشي بدون دفع عمولة الشركة أو حصة الدولة أو أنا أفتكر حتى الضرائب أو ما تدفعه للحكومة، فتبر عبر كلها تروح لمجهودات حربية ولقيوب الهوامير. في هوامير كبار وفي هوامير صغار الآن خرجوا مع هذه المرحلة أو الحرب هوامير جديدة يتعاملون مع الدول الأخرى من أجل توصيل النفط، لأنه بعد استنزاف زي ما وضحنا سابقا استنزاف شركة النفط واستنزاف أمواله واستنزاف البنك المركزي من الدولار، أصبحت الدولارات كلها يعني بيد هذه الهوامير، هم الذين يتصرفون بالسوق السوداء وقلب المواد من الخارج وبيعها بأسعار باهظة، وزيادة إلى ذلك على عدم الحصول عليها المواطن وخلق الأزمات والاختناقات ما بين الحين والآخر، وذلك هو من أجل رفع قيمة السعر المنشقات النفطية لدفع مجهودهم الحربي الذي هو الآن أصبح يعاني من الإفلاس لم تحدد له الموارد، عاد الموارد الوحيدة هو عبر هوامير النفط
والدول التي تقدم لهم هذه المادة لاستخدامها لبعض تصرفاتهم أو تحت خدماتهم لدعم نشاطهم الحربي الغاصب طيب ضد الشعب. أستاذ عبد الله، يعني أمام كل هذا الفساد وأمام كل هذا اللوبي لهوامير النفط وكذلك تمويل المجهود الحربي للإنقلابيين، هل هناك بالمقابل حركة لتوثيق أو جهود لتوثيق يعني عمليات حركة هذه الأموال وحركة هذا النفط من خلال هذه الشركات لعلى الأقل المحاسبة في المستقبل أم لا؟ أنا أفتكر أن لا 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 توثيق، لأنها لا تبر عبر الضرائب ولا تدخل البنك المركزي ولا تجزع عبرهم، ولهم قنوات خاصة هم الذين يستلموها وحتى بعدين يبذلوها عبر هذا الهوامير، يعطوهم الحصاص حقهم ويعطوها إلى الجبهات لتقديم المجهودهم الحربي. ولكن المنشقات إذا كانت للمنشقات تعبر عبر القنوات الصحيحة عبر البنك المركزي عبر الضرائب، فكل كان الموظفين بتحصلوا على راتبهم على الحاجة من الأرباح أو من عمولة البيع. لكن هذا كلها الأموال تجزع خارج إطار شركة النفط وتمر لها بقنوات خاصة تابعة لهذه الهوامير ومن يدعمهم من الجهات الخاصة في الذي تدعم هذه الجهات حتى توصل شعبنا إلى هذه الدرجة. طيب دعنا نشك معنا في الحوار أستاذ عبد الله الخبير في شؤون النفط الدكتور محمد الزوبة الذي ينضم لنا عبر الهاتف. أهلا بك دكتور محمد. حياك الله أخي. إذن دكتور، قرار جديد لشركة النفط الخاضعة كما يبدو لسيطرة الحوثيين، رفع أسعار 20 لتر الجالون إلى 7000 ريال، كيف تابعت هذا القرار؟ كالعادة حكومة الأمر الواقع في صنعاء تحاول بكل الطرق استغلال الوضع السيء الاقتصادي الذي يعيش فيه الشعب اليمني برفع أسعار المشتقات النفطية كعادتها. هي لا ترفع أسعار المشتقات النفطية المستجلبة من الخارج فقط، ولكن أيضا حتى بالنسبة للغاز المشترى من مارب، يعني من مارب يباع لها بحوالي 1000 وكسور ويوزع يعني في المحافظة الذي سيطر عليه بحوالي 5000 ريال للدبة الغاز، بفارق حوالي 3800 ريال للدبة الغاز. وفي نفس الوقت بالنسبة للبترول، دعني أوضح الليلة يعني أرقام، يعني لأنه الموضوع هو موضوع حساس جدا. يعني في البداية كنا نتعامل مع سوق نفطية يعني معروفة عن طريق شركة النفط اليمنية، وكان لها نظام وكان هناك يعني مشروع شركة النفط الذي أسست عليه وهو استقدام وبيع النفط للسوق اليمنية. عندما دخلت مجموعة الحوثي على الخط هي أصدرت ما يسمى بقانون تحرير بيع شراء وبيع المشتقات النفطية عن طريق تجار. طبعا التجار الذي ادخلوا للسوق هو تجار الغالب العظمى تجار يعني مستغلين للسوق، ومعظمهم ايضا مرتبط يعني بالقيادة الحوثية وبالمنظومة الحوثية. يجب على الناس الان الليلة عندما يسمعوا كلامي يجب ان يعرفوا هذا الشيء. اولا اسعار النفط العالمية هي كالتالي، اسعار النفط العالمية أقربها بالأرقام للمواطن العادي، يعني الآن تقريبا سعر الدبة أو الأسطوانة العشرين اللتر عالميا حوالي 8 دولار، الحكومة الحوثية الآن بتبيعها بحوالي 15 دولار، يعني عندهم حوالي النص فارق سعري. هذا طبعا احنا نتكلم على الآن أسعار يعني إغلاق يعني اليوم الجمعة الماضي، يعني إغلاق السوق العالمي السوق يعني البلات يسمى بالبلات كان إغلاقه هذا السعر. نعم. في العام الماضي 2017 طبعا كان السعر أقل، كان السعر أقل يعني، وكانت أيضا الفوائد أكثر من 8 دولار لكل أسطوانة بترول لكل 20 لتر. يعني الأسعار الآن يعني تقريبا المضاربين بالمستوردين الذي بدعمهم يعني ميليشيات الحوثي بيحصلوا على كميات كبيره جدا. طبعا في ناس الان يبداوا يتكلموا انه الموضوع ما فيش اوراق وما فيش يعني وثائق تثبت. اخي انا لو وقفت في يوم واحد امام قاضي في محكمه ما في موضوع المشتقات النفطية، الاتهام الأول والبارز والذي لا يمكن لحكومة سلطة الأمر الواقع في صنعاء وحكومة الحوثي أن تنكره
هو إصدارهم لقانون تعويم المشتقات النفطية. بمعنى من المسؤول عن تعميم هذا القانون؟ من المسؤول عن إصدار هذا الذي أوصل هذا الشيء؟ يقول أنا ماليش داخل، محمد عبد السلام مش شريك في شركات، والمحمد الحوثي مش شريك في شركات، وعبد الملك الحوثي مش شريك. لا، طالما أنت أصدرت هذا القانون الذي هو تعويم المشتقات النفطية فأنت المسؤول عن كل ما بيجري الآن. هذا هو يعني الآن ما تنتظرش إنه أنا أجيب وأقدم أوراق الآن للمحكمة وأقول هذا ولا أخذوا علي هذا المبلغ. لا، هو موجود، معروف السعر، السعر في العالم معروف، معروف السعر الآن. قلت لك سعر $8 للأسطوانة 20 لتر. يعني الآن نتحدث الآن على أن الضعف، يعني ما يقارب من نصف ما يدفعه اليمني لعشرين لتر أو لأي لتر أخذه. يعني إذا كان العشرين لتر ب7,000 ريال، فنصف هذا المبلغ على الأقل يذهب للحوثيين بدون أي شيء. الآن أما من قبل يعني فكان نفس المبلغ، يعني كان يعني في 2017 كان السعر أقل. يعني إحنا نتكلم الآن والسعر تبع شوية يعني في السوق العالمي، لكن 2017 كان يعملوا أكثر أيضا بالنسبة للأسطوانة البترول. إذا أنت لما تجي تحسبها أنت الآن، أنا لو تنزلها يعني بالدولارات، أنت أقل حاجة في اليوم الواحد الذي بيباع للسوق اليمنية ما يقارب حوالي 2 مليون دولار في اليوم الواحد. الرقم هذا 2 مليون دولار، هذا ما تحصل عليه جماعة الحوثي. وأعتقد طبعا زي ما قال الأخ المتداخل اللي قبل إنه لا تذهب يعني للدولة أو تذهب يعني للمصارب أو المسارب الرئيسية الاقتصادية في البلد، ولكن تذهب إلى جيوبهم، لأنهم في الأخير يا أما تذهب إلى المجهود الحربي مباشرة أو إلى جيوب خاصة لهذه القيادات الموجودة. فربما الآن لو تكلمنا عن جماعة الحوثي، هل هم بالكامل كلهم مستفيدين منها؟ الله أعلم. هل جماعة من القيادة هي تستفيد؟ الله أعلم. يعني إحنا ما نستطيع نقول هذا الكلام، ولكن حقيقة لكن على الأقل هناك المسؤولية، مسؤولية إصدار القرار. ها؟ هناك مسؤولية إصدار القرار، ما تفضلت به قبل قليل. ما أنا أقول هذا الكلام الآن، هذا على الأقل. الآن أي متحدث، الآن أي متحدث في التلفزيون أو في الشارع لا يبحثوا على أنه ليش ما عندنا وثائق، أو يطلع لي واحد مثلاً رئيس الجهاز المركزي يقول ما فيش وثائق، أو يطلع المكافحة الفساد يقول لي ما. لا يا أخي العزيز، هذا كلام كله هراء، كله كلام فاضي. طيب، الذي حاصل الآن طالما أنتوا أصدرتوا قرار تعويم المشتقات النفطية ولا زلتوا تحافظوا عليه وتدافعوا عليه الى الان، والغيتوا وزارة شركة النفط اليمنية، والغيتوا امكانيات استيرادها، ويعني نعم عندما الغي قرار الاستيراد عن طريق شركة النفط اليمنية ويعني عوم هذا القرار، اصبح هناك السوق يعني سداح مداح، واصبحت الاوابل زي ما اتكلم الاخ اللي قبلي هم المسيطرين على هذا الموضوع. طيب دكتور، اول كان بامكانك انك تضبط الموضوع عن طريق الشركه وعندها يعني النظام الاساسي، نظام الاستيراد. اوكي، كان في تلاعب زمان، وكنا نعرف في فساد في شركه النفط اليمنيه، واحنا لازلنا وكنت انا اكثر منتقدين لهذا الناس ولهذا الشركه زمان، ولكن الان الموضوع كان اخطر، الان اخطر واعم واشمل في قضيه انهيار، حتى انهيار المنظومه الاقتصاديه وانهيار الريال اليمني. طيب، من احد اسبابها الرئيسيه هو الرفع قيمة المشتقات النفطية على المواطن. نعم دكتور، طيب دعني أبقى عند هذه النقطة، لكن قبل ذلك أسأل الأستاذ عبد الله، الآن بما أنه يتحدث معنا من عدن، أستاذ عبد الله اليوم في يعني في محطات البترول في عدن، كم يباع سعر، كم هو سعر العشرين اللتر هناك المشتقات النفطية؟ نتحدث عن البترول أو البنزين بشكل أساسي. سعر البترول عندنا في عدن الدبة ب 3,700، ما يعادل اللتر 185 ريال. يعني يعتبر تقريبا نصف ما يباع في صنعاء. ايه طبعا. هل هذا السعر منطقي بالنسبة لأسعار النفط عالميا؟ والله أسعار النفط عالميا، بس احنا طبعا زي ما وضح أخي سابقا الخبير إنه عملية الدعم أو التعويم هي اللي سببت لنا هذه المشاكل كلها،
الذي لا زال، بس طبعا نحن نبيع في دعم يعني من الشركة للمواطن، وذلك لتسهيل للمواطن البسيط الحصول على هذه المادة حتى محاربة الحاجة الأخرى بعدم الارتفاع مثل المواد المعيشية والمواصلات وما أدراك. عملت الشركة جاهدة طبعا إلى مع الجهات المختصة الأخرى، ووصلنا إلى هذا برغم غياب يعني التكرير مصافي عدن إلى المادة الخام، ويشتري طبعا المشقات النفطية من الخارج. طيب لماذا تشترى من الخارج أستاذ عبد الله؟ يعني في المناطق المحررة هناك بترول، هناك نفط في الكثير من في شبوة، في غيرها من الأماكن، لماذا لا يستخرج ويباع محليا ويصفى محليا أيضا؟ ما المانع؟ طبعا احنا زي ما اوضح لك هنا واوضح للاخوه المشاهدين جميعا بانه بالنسبه للقطاعات الانتاجيه التي موجوده في شبوه او في حضرموت، والذي هي كانت يفرض ان تكون يعني داعما اساسيا لهذه المنشقات في خاصه في الدول التي قصدي في المناطق التي تخضع الى تحت الشرعيه، ولكن كما تعرف بان الموجود الان هو على هذه المناطق نزاعات، لازالت نزاعات موجودة ما بين الشرعية والانقلابيين، ولن تستطيع يعني بالضخ إلى المصافي من أجل التكرير وتوزيعه على السوق المحلية. وهناك نحن متأكدين بأنه إذا كان في نية صادقة وفي وطنية من الجميع، يفرض أن توجد هذه المادة على مستوى السوق أو على مستوى أي وحدة من الوحدات النفطية وتوزيعها على الوطن بشكل ميسر وسهل لاستهلاكها المواطن ومعاناة المستهلكين من المواطنين اليمنيين والذي يعانون الكثير من هذا الجانب. طيب ولكن أستاذ عبد الله دعني أعود بنقطة أخيرة إلى الأستاذ إلى الدكتور محمد أزوبة قبل أن أعود إليك بعد ذلك. دكتور محمد، الآن يعني الحديث الوثائق التي تأتينا أن من شركة النفط في صنعاء تأتي بتوقيع المدير التنفيذي ياسر الواحد، المدير العام التنفيذي لشركة النفط كما يبدو في الوثائق، ما هي مسؤوليته القانونية بحسب هذه الوثائق وبحسب ما يتم في صنعاء؟ شوف، أؤكد على كلامي مرة أخرى. أولا الآن لو هناك يعني محاسبة لشركة النفط اليمنية، وهناك يعني أطر محاسبية تعمل على محاسبة من تسبب في هذا الموضوع، أعتقد أنه شركة النفط اليمنية الآن حتى التعيينات التي تمت فيها يلاحظ أنه التعيينات التي تمت هي كلها تعيينات من جهة القوى الحاكمة في صنعاء، بمعنى أنه الآن لم تعد يعني التعيينات الموجودة الآن على أساس مثلا ما كان خصصت لشركة النفط اليمنية من كفاءات ومن إمكانيات يعني شخصية، بحيث أنه الذي يدير المؤسسة هذا يجب أن يكون يعني قيادات يعني لها ارتباط يعني بالعمل في هذا المجال ولها تخصصها في هذا المجال، وتخصص هو خصوصا السوق العالمية هي والبيع والمشتقات وشراء المشتقات النفطية، هذا التخصص يعني الآن أصبح تجاري بحت وأبعاده الفنية كثيرة. الآن التوقيع على بعجالة إذا سمحت، هذا يعني في الأخير هو يعني حجة على السلطة الحاكمة الرئيسية، وليس مجرد يعني المدير التنفيذي في شركة النفطية، حجة على القيادة الحوثي من عبد الملك الحوثي إلى أقل واحد في السلم القيادي في المكتب السياسي أو في قيادة الحوثي. إذن وضحت هذه النقطة الآن. دكتور محمد، وضحت هذه النقطة، أشكرك جزيل الشكر دكتور محمد الزوبة الخبير في شؤون النفط، كنت معنا عبر الهاتف. وبعودة وعجالة أستاذ عبد الله، أيضا نتحدث على المسؤولية بالنسبة لهذه القرارات، من يتحمل يعني مسؤولية وتبعات هذه القرارات سواء لشركة النفط أو لبقية يعني النقاط التي تثير جدلا بهذا الموضوع؟ والله هذه بالنسبة لهذه القرارات طبعا تتحملها الجهات الانقلابية التي تصدر قرارات بدون عودة لأي سلطة شرعية، وتدخل المواطن في متاهات هو غني عنها،
وكما وضح أخي السابق في مداخلته إنه بالقرارات هي كانت طبعا هم يدورون من الذي بيكون داعم لهم في هذه المراكز ليدعم سياستهم الموجودة على بطش في شعبنا اليمني وأوصاله إلى ما وصلت له من الجوع والفقر وكل ما يعاني اليوم في هذه المرحلة. أشكرك رئيس مجلس تنسيق اللجان النقابية بشركة النفط أستاذ عبد الله الهويدي، كنت معنا من عدن، شكرا جزيلا لك، كما والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات الزملاء أسامة عادل ومنصور النقاش وبقية أفراد الطاقم الفني، في أمان الله.